خالد، وبنتواصل مع كل السادة المشاهدين اللي بيتابعونا عبر صباح الشروق، ونمشي لموضوع قد يكون مهم جدا بلامس كل بيت سوداني. أي زول عنده طالب بيقرأ في جامعة الخرطوم، عايزين نعرف أسباب ارتفاع الرسوم الدراسية وما حولها، ومن إضرابات ومشاكل وإخفاقات كبيرة جدا. لكن خلونا نتابع التقرير التالي ونعرف شنو الأسباب اللي رفعت لنا الرسوم الدراسية بجامعة الخرطوم الجميلة ومستحيلة، ونرجع نستكمل صباح الشروق. بالنسبة لي زيادة في الرسوم دي هي بتمثل يعني صفارة من الحكومة، إنها هي يعني باعتباره أو من وزارة المالية، يعني من الحكومة التنفيذية والمتمثلة في وزارة المالية، إنها هي رفعت الدعم تماما يعني عن مسألة التعليم العالي. بقى ما في حاجة اسمها تعليم على النفقة الحكومية أو القبول العام زي ما كان معروف، وبقى بس عبارة عن قبول خاص، لأنه إذا كان أنت بتقبل الطالب القبول العام ب 500 اللي هي ما يعادل $1000، فهو باعتبار انه هو بيقرا بنفقته الخاصه. وده بس بيورينا شكل الدوله اللي احنا قاعدين فيه، واللي هي دي شكل الدوله اللي ما الواضح انها هي ما قاعد تقدم دعومات في مجالات زي دي، ما معروف يعني قاعد تودي دعومات دي ليه، او قاعد تودي الموارد بتاعت الدوله دي في هذه الاتجاهات. يعني زياده يعني مبالغ فيها، يعني زياده مفاجئه، يعني هي كل سنه بتزيد لكن ما بالصوره دي. يعني مثلا كانت 4.5 بالنسبه لنا احنا في كليتنا، السنه اللي بعديها بقت 10، هسه فجاه كده 250. يعني حاله صعبه شديد بالنسبه للاهالي، يعني الحاله في السودان عامه يعني ما تخفى على زول، يعني الحاله صعبه جدا جدا، ما في زول، يعني في ناس كثيره ما بتقدر تدفع الرسوم دي كامله. يعني نحن بنطالب يعني الجهات المختصه انها تعيد النظر في الرسوم دي، لأنه بالنسبة لناس كثيرة ما حتقدر تقرأ. رأيي في الموضوع ده في زيادة الرسوم إنها زيادة، إحنا كروابط للطلاب وكجمعيات ممثلة للطلاب إحنا بنرفض الزيادة دي رفض تام، شايفين إنها زيادة غير مبررة، وشايفين إنها بداية لنهاية التعليم في السودان، شايفين إنه دي يا هو البداية حق تسليع التعليم في البلد. فالوقفة في الموضوع ده هي ما بس وقفة بتاعت والله زيادة الرسوم هي زادت حبة ولا زادت كثير، هي الوقفة دي وقفة بتاعت بلد. القضية دي ما قضيتنا احنا برانا، القضية دي قضية التعليم في السودان. ففي دي قضية حساسة شديد، ودي قضية دائرة وقفة، ودي قضية دائرة ناس جادة، ودي قضية دائرة يعني كل مكونات المجتمع في البلد انهم يقيفوا معاه، سواء كانوا أساتذة، أهالي، دكاترة، موظفين، عمال. ليه؟ لأنه تدهور التعليم هو البداية حق تدهور البلد، والبلد أصلا ما نفسها تدهور أكثر من كده. انا بالنسبه لي موضوع قضيه الرسوم يعني نحن ما رافضين الزياده، ومبدا الزياده يعني الزياده لو كانت منطقيه ومبرره بنسبه مثلا 100% دي حاجه بتكون بتناسب التضخم، لكن كونه زياده تخطى 500% دي حاجه غير مبرره تماما بالنسبه لنا، ورفضها يعني من كل المنطلقات، يعني لانها ما مسنده على اساس اقتصادي حقيقي. طيب بالنسبه للمعاليات اللي اتعملت من قبل اداره الجامعه دي حاجه مقدره يعني، لكن ما بتعالج حاجه. نحن نتكلم عن مثلا 600 طالب مقبولين في كليه الاداب، ال 600 دي اذا عالجت لي مثلا قضيه 100 طالب مثلا دفعتوا اليوم الرسوم كامله قسطتوا للبقيه برضه ما بيقدروا يدفعوها، دي 300,000، يعني القبول العام السنه دي 250,000 مع الاجراءات كلها 300,000 ما بيقدر يدفعها. يعني الطلاب المستطيعين معلش ما حتكون نسبتهم بتتجاوز 20% من كل الطلاب، والحاجه دي هسه حاليا يعني بالنسبه للتسجيل باقي له اسبوع يقفل او 4 ايام اسجلوا في كليه الاداب، حكايه على 300 طالب ما ظنهم يتخطوا العدد ده. الرسوم زايده زياده تدريجيه في السنوات اللي فاتت، لكن السنه دي كان في زياده كثيره جدا. انا ما عندي علم ببقيه الجامعات، لكن في جامعه الخرطوم الزياده تقريبا 900% لطلبه القبول العام، ودي زياده صراحه يعني ما منطقيه وغير مبرره، واكرر على غير مبرره دي، لانه اذا كان عندها تبرير كان الأحرى بالمسؤولين في إدارة الجامعة وزارة التعليم العالي يخاطبوا أولياء الأمور والطلبة وحتى الأساتذة يوروهم ليه الزيادة دي. الطلبة صراحة كعهدهم دوما وقفوا وقفة عنيدة ومشرفة وحقيقية، بيتساءلوا ليه الزيادة دي، وهم برضو وما بتكلم نيابة عنه، لكن ده
ده كلامه اللي بيقولوه صراحة مقنع جدا جدا. الناس كلها بتتقبل زيادة معقولة تبع التضخم والتدهور الحاصل في الأسعار بصورة عامة، لكن لما تكون زيادة كبيرة بالدرجة دي دائرة مكاشفة ودائرة صراحة ودائرة وقفة قوية من المسؤولين في عمادة الكليات وفي إدارة الكلية وفي عمادة الطلاب وحتى من الأساتذة. نحن من الجيل بتاع الأساتذة اللي صراحة يكن لجامعة الخرطوم بعد الله سبحانه وتعالى أي شيء عندنا دلوقتي، يعني من عمل ومن وظيفة وبرسوم كانت زهيدة جدا وفي متناول أولى أمورنا. ليه الجيل الحالي دي يحرم الخير اللي احنا لقيناه؟ فده سؤال مطروح بقوة لأي زول مسؤول هو ذاته قاعد في الكرسي بفضل نفس الجامعة اللي هو بيدير فيها الحال الآن. فقبل ما يخاطبونا يخاطبوا نفسهم أول حاجة، الحاصل ده شنو؟ والحكاية دي محتاجة وقفة قوية ومراجعة. نحن ما بندري الداري في كواليس الإدارة، يمكن في حاجة نحن ما عارفينها الناس تطلع وتقولها عشان نمشي في طريق أفضل.